وعلاه تحب تلبس بزاف كوستيم في أحكي حكايتك؟ لأنه الحصة سيريو يعني جدية، بس كوستيم أأمن من حاجات واحد أخرين. وعلاه من دايرة هكا؟ ها 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 ها. هكا كيفا؟ هكا يعني؟ ولا هكا؟ ولا بالك هكا؟ هكذا؟ شحال عندك أولاد؟ عندي واحد، عندي طفل واحد، ودوك نوريهولك، هاوليك. شبيه يبا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما جاء فيه، ومن يفعل ذلك إلا الخزي، فما جزاء من يفعل ذلك إلا الخزي في الدنيا. الحجاب فرض أخي الكريم، مش اختيار. إيه فرض، صح، ربي اللي فرضه على المرأة، مش الإنسان هو يفرضه على المرأة. أنا مديت رأيي في موضوع الحجاب بشكل بريء. أنا قلت أنه الحجاب أمر مفروض، ربي فرضه على المرأة، مش الإنسان هو يفرضه على المرأة. يعني الأحرى أنه المرأة تسمع لربي مش الإنسان. في الإسلام عندنا فكرة أنه لا إكراه في الدين، يعني دوك أنا مع مبدأ أنه ما كاش إكراه. مانيش نقول ما تلبسوش، مانيش نقول ألبسوه، يعني نقول بلي هذا الشيء بين الأمر ورب. وأنا يعني أعتقد أنه الأصل هو مرافقة المرأة في ارتداء الحجاب، مش تفرضيها عليها، لأنه هو ربي اللي فرضه عليها. دوك نحن نرافقوها في هذا الشيء، شي نفرضوه. انه ما كان حتى انسان وصي على تعاليم الله سبحانه وتعالى. ربي خاطب عباده مباشره ويقول لهم اشياء، دونك ما يجيش انسان يدعى بلي شغل ربي بعثه باش يطبق القوانين، ولا هذا الشيء بين الانسان وربه. وديما انا الشيء اللي قلقني في هذه النقاشات، انه بمجرد انه الانسان يمد رايه يبدا يهاجم بشكل عنيف من قبل الناس ما يفهموش اصلا معنى الكلام، ويبداوا يهاجموا. وكان رايي كان واضح، يقول لك لعالم التنشيط معرفة. لا، طبعا مش معرفة. لو كان معرفة نقول يعني ماشي مشكل، بصح انا ما ماشي معرفة. بالعكس انا ما بديتش منشط، انا بديت صحفي سنوات يا حسرة، صحفي المكتوبة، معك دخلت للتنشيط. ولو كان معرفة ماشي، ما نضطرش اصلا اني نروح ندوز دي كاستينغ ودي زونتروتي. انا جوز شحال من كاستينغ ما كانوش يقبلوني، كانوا يقولوا لي ما تليقش في لا تيلي، وجهك ماشي ماشي تيليجينيك، صوتك ماشي تيليجينيك، ونورمال. بصح سقمت هاد الامور. بونجور، أخبرني بمقولة أو نصيحة قدمت لك وهي فعلا قاعدة في حياتك. كلما كنت بسيط حقيقي وصادق وصلت إلى قلوب الناس. هذه قاعدة مهمة. عندك الغيرة الشديدة في العمل لدرجة الحقد؟ جامي، متعنديش، نو. ما عندي لا الغيرة هذيك الإيجابية اللي يهضروا عليها، لا الحقد، الحمد لله. بالعكس، العكس يعني كاين. عندي كونفيونس في روحي، عندي ثقة في نفسي، عبالي واش نكون، عبالي واش نقدم، عبالي الناس يعني نتوجه ليهم، عبالي واش راني ندير. يعني مانيش في الدومين هكا حوس على الدراهم ولا زادم ولا، عبالي واش راني ندير. عندي كونفيونس في روحي. ربي يحفظك أيها البشوش، لك كاريزما ولا أروع في الشاشة. أوه، فنان مبدع في عملك، لو خيروك في التمثيل توافق؟ والله ممكن إلى حاجة سيريوز يعني. تصلي. تقول أحلام مستغنمي، الناس أغبياء يطرحون أسئلة غبية ويجبرونك على الإجابة عليها بغباء، يسألونك هل تصلي ولا يسألونك هل تخاف الله. مختصر. وعلى العموم يعني هذه الأسئلة، أسكت تصلي، أسكت تصوم، أسكت تزكي، أسكت تآمن، أسكت ما تآمنش، أسكت تحج، أسكت ما تحجش، شو الأمور لا تطرح، ما نسقسوش هاد الأسئلة. علاش تبان حزين وما تضحكش بزاف؟ سيري زعما ماشي حزين، أنا ماشي إنسان حزين، بالعكس أنا تعنش نحب نضحك وكلش. شنو ما نضحكش؟ باسكو الناس يشوفوا القصص اللي نديرهم في ال في 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 الحصة، يعني ما نقدرش نضحك باسكو الناس أغلب المواضيع درامية، مأساة ومشاكل، ما نقدرش نضحك. صح، اللي تبعني في الريزو سوشيال شفتني انا سمبولي يعني نضحك. تقدر تتزوج بإنسانة أصيبت بشلل في نصف الوجه أي وتغيرت ملامح وجهها؟ جو بونس لو كان كنت نحبها وصار لها شلل نبقى معها، بصح هكا ما نعرفهاش ما نشكي.
بصح بشرط يكون كاين قلت لك نكون نعرفها ولا صار لها بعيد شر اكسيدون ولا 99% نقعد معها. بصح انا ما نحبش العلاقات اللي فيهم الشفقه، ما نقعدش مع انسان على الشفقه وما نحبش الانسان اللي يحوس على الشفقه ديما. لا لا باسكو كاين بزاف اللي راهم في علاقات بسبب الشفقه، كل مره يلقى لها سبه يقول لك هذه يتيم راني معاها، اي مريضه راني معاها كذا، هذه او يضر فيها ماهوش معاها، هي تكون معاها على جالها يا ما كان لها الشفقه ماشي مليحه. والله فضيل بنت بلس 2 هل يعني بناتهم يعرفوش يتعاملوا ويسيروا القناة؟ لا لا لا, لا. بالعكس مثالي فضيل يعني هايلين، انا عندي علاقات طيبة جدا مهنية وشوية اخوية، شوية اخوية سورتو مع بوتينا، وكي قلت لكم سورتو مع بوتينا فضيل لانه بوتينا عندها، بوتينا هي يعني فضيل يمشي يعني نفس الضحكة نفس المزاح نفس البشاشة، دونك هذا هو القصد. مي سينو مهنيا انا اعتبر انه هذا احسن عام ليا مهنيا في الشروق، وما عنديش مشاكل بالعكس عندي علاقة جيدة. والقصد انه بنت بلس 2 بمعنى المعنى انه علي فضيل الله يرحمه ما كانش اي صحفي، ما كانش اي مدير، ما كانش اي رجل، كان انسان عنده تأثير مش غير علي على بزاف ناس، وهذا يعني بنت بلس 2 من الاشتياق. أبغى من ناحية تسيير يعني في الخدمة أنا ما عنديش مشاكل يعني، وكل شيء نتفاهمه ونتناقشه مهنيا وبشكل مشجع على العمل. مواصفات الزوجة المستقبلية هل تفضل أن تكون تشبب عليها أو العكس؟ شغل هكذا في عيني انا هي تكون شابه عليا، قلت لك في عين الناس سي با امبورطون تكون شابه في عينيهم، في عيني انا تكون شابه عليا. ومليح يعني مليح الانسان ثاني زين، مليح مليح الواحد يدخل الدار يشل العين وهكذا سي بيان. هل سبق لك وان درت الحجامه؟ نعم جامي درتها، بس كي شفتهم مره يديروها كنت صغير شفتهم كيش يشلحوا بالموس تروماتيزيت شويه. بس نحكي لك على واحد المره قالت لي ندير لك حجامه. واحد المره كنت نفطر في واحد المطعم وتلاقيت مع واحد المره جات قعدت معايا تهضر هكذا، قالت لي عندي صندوق دبوتي وندير ارواح ندير لك حجامه، وقعدت تفهم فيا كيفاش دير لي وتعمل لي. واش بعدا الحاجه اللي جرحتك في حياتك؟ اي حاجه ممكن تجرحك انت يعني، وانا انسان شغل عندي قلب النهاية، واحد يجرحني ولا واحدة تجرحني بكلمة بجست نرياجي ما نجوزش. ماشي حاجة جرحتني بقدر ما حاجة غاضتني، يعني حاجة اللي تغيضني هي سنوات الطفولة اللي جوزناها في الإرهاب، لأن أنا كنت عايش في الكاليتوس، مازالني عايش في الكاليتوس، إرهاب دار حالة، دونك طفولتنا راحت براتيكمو. سر نجاحك، سر الا نقدر نقولوا نجاحك، بس كان انا اعتبر نفسي صحفي مجتهد مش صحفي ناجح، هو اني جامي درت في بالي بلي راني بيان ولا ناجح، ديما ندير دي زيفور ديما، وجامي جامي درت في بالي بلي انا زعما احسن صحفي ولا صحفي خير من الاخرين ولا قارنت روحي بالاخرين، ديما نحب نكون متميز مو مختلف، بصح جامي درت في بالي بلي انا فور. نتمنى الإجابة. هل ندمت لأنك لم تتزوج في حياة أمك؟ ما خلونا من هاد الأسئلة تعيشوا ما نهدروش عليهم أحسن. ادعي لي نكمل موقف صار لك وما قدرش تنساه. محاولة قتل 2012. هل سنراك في برنامج رمضان في الدار لرمضان 2021 أو برنامج آخر؟ بالتوفيق إن شاء الله. هي التجربة مع إيمان جنادي كانت رائعة، وما نعرف يعني ممكن شغل. ما عنديش سؤال، ما عندي كلام في قلبي نقوله لك، نحبك بزاف والله كقاضية في سلك العدالة، نشوف برنامجك نرتاح. صافي بليزير سيدتي القاضية، الله يحفظك إن شاء الله والله يقويك دايما. تزوج مع واحدة عندها كونسير ونحت له السان وبرات الحمد لله هكذا بالشغل بلا سبب؟ لا لا نورمال بصراحة، صح إذا كنت أنا معاها وصار لها هذا الشيء ممكن، بس قلت لك أنا
في حياتي ما نحبش العلاقات اللي فيها شفقة، اللي تبدأ بالشفقة، ما نحبش هذا النوع من العلاقات لأنه شفقة تروح. صحيح لو كنت أنا لما مزوج ومرتي مرضت بالكونسر أكيد ما نسمحش في مرتي. وفي مجال عملي شفت نساء نحاولوا سان، كاينين حتى واحد كاينين حتى زوج، وشفت رجالهم اللي خلاوهم على جال هاد السبة. هو داير كي شادي ويعيب في مرتو جست باسكو ربي بلاها. أنا مستحيل نكون كيما هما، كيما كاين واحد الكلب من واحد الولاية تلاقيت به في لوبيتال مصطفى، مرتو وبنتو با هجرهم، مرتو وبنتو باسكو مرتو نحالها لسان قالها وليتي تخوفي كل أحلامك. واش تنصح واحدة تزوجت بعد 10 سنوات ولات حياتها ما فيهاش حب غير مشاكل وعلى أتفه حاجة تنوض مشاكل؟ نصيحة قاعدي معاه راس براس تفهميه فهميه، واحد فيكم لازم يسمح من حقه. وبعد 10 سنوات زواج جو بونس با كل الحب هو المهم، جو بونس كل العشرة بالمعروف هي الأهم. وزيد كاين تضحية، إلا لازم تضحي باش ترطبي الجو ضحي رطبي. ديجا غيان كو كي راكم مع بعض 10 سنوات هادي سي ديجا بيان، ما نشوف انهم يطلقوا بعد عام عامين. 10 سنوات سي بيان، سي فهمي واش كاين، سي هضري معاه، سي رطبي، سي ضحي بصح مع الحفاظ على كرامتك بدون ان تهاني، سورتو الا كانت كاينه اولاد لازم تحافظوا عليهم. ديما الهضره هكا تيت ا تيت تحل بزاف مشاكل، باسكو يحليلك انت يا مي كومام يحليله هو. حنا شوفي نعطيلك عن تجربه، حنا الرجال ما يحكيش لمرته المشاكل اللي عنده، ما يقدرش يحكي لها الا ماشي هي بوساتو، ما يقدرش يقول لها عشان ما يطيحش. دونك اصفى هو برا واش عنده، اسكو المشاغل اللي عنده المشاكل اللي عنده اصفى، دونك روحي معاه بالعقل ان شاء الله تكسبيه، تعاودي تكسبيه، ديريه كي وليدك، هو راجلك بصح ديريه كي وليدك. وشوفي كاس نهار ضرب طفله جامي نو جامي وجامي، زعما صرا بيني وبين طفله دواس والعياط ولا انا شد قدري يعني جامي بلا انا نضرب طفله الكبيره. اغتصبني بالسيف من بعد بقيت معاه بيتزوجني ولكن ما مدني، كرهت حياتي عمري 22 سنة ما لقيت واش ندير، ادعوا لي. الأخت ماشي الدعاء هو اللي حلك المشكل تاعك، اغتصبك روحي لابوليس. شغل المشكل اللي حكيت لي عليه خطير جدا، هو صح ربي راهو في السما، ربي سبحانه وتعالى وفي السما، بصح ربي عطانا قوانين باش نسيرو فيها في الأرض، كاين قانون يحميك ويجيب لك حقك ويضمن لك أمانك. ديبوزي بلان. تزوجت وبعدها تكتشف ان زوجتك عقيمة او ربما تصاب بمرض السرطان وتكافح معها وتصبر ولا وش تدير؟ هي ماشي سهلة على اي رجل، صح انا سير يعني افون قاع افون. خطيبتك تعرضت للاغتصاب، يا لطيف، فقدت عذريتها في مراهقتها، انت تحبها جدا وتحبك جدا، هل تصارحها صارحك ام تتقبل تتركها؟ ان شاء الله يا ربي ما يحطنيش موقف هكا، امين. ان شاء الله ربي ما يكتب هذا الشيء على حتى طفله، باش حتى راجل ما يتحط في موقف كيما هذا، لانه صعيب. نقدر نقول لكم ايه لا لا بصح فلو. وقد ما يكون الانسان متفهم واوبن مايند كما يقولوا كومبريونسيف، بصح في هذه النقطه مرات الانسان يخرج عن السيطره. اون بليس دو سا انا في شخصيتي ماشي عمري ما ربطت زعما الشرف والنبل والاخلاق والعفايس بامور ماديه، امور يعني ماديه بالنسبه لي سا سباس دون لا تيت افون تو. ومالغري ما فاصون دو فوار لي شوز، مون دوغري دو سبيريتواليتي، مون دوغري تاع الايمان لانه ربي داخل في هذه الامور، ما نعرف. هذاك البوست اللي كتبت فيه لا تغضبي مهلا ولا تعجلي درته برك، ولا كاين موراه حكايه؟ لا موراها كان شره كود هكذا بوغ اون بيرسون كي علي بارتير. لا تغضبي مهلا ولا تعجلي وقبل ان ترحلي وحق
ليلاتنا ما خنت عهدا لنا حيت فحييتها. Donc voilà, au moment de répondre à cette question, j'ai reçu un appel de la personne en question et elle m'a demandé de chanter. Donc voilà, je l'ai fait. C'est pour toi que je chante. ما عنديش كاستيون مي غادي ندير كوراج ونقول لك نبغيك بزاف. فنبغيك انا تاني، دي ماشي حاجة لازمها كوراج كبير، لا بالعكس نبغيك ونموت عليك. ميرسي خويا، اسمح لي والله كان حسبات لي راك صابغ شعرك اليوم اللي عرفت هذيك ماشي صبغة. واي اسكو تامن بمقوله النساء يحبوا واحد عنده المال والماتريال ومشهور، يحب يكون مع واحد معروف في المجتمع. سير اوفيسيال، بصح ماشي كامل النساء، ماشي كاع، ماشي كاع، بصح بزاف منهم يعني باين، ماشي على كيما قلت لك ماشي كامل، بصح كاين بزاف بارتي، باسكو دوك ولينا مجتمع ماتريال مادي، يعني ما يكونش عندك الماده ما تعيش الاز، دونك هي تخمم بالك من هذا الباب. دونك وي كاينه وعباك يا اخو هاد العفسه شغل ان شاء الله واحد ما يطيحش فيها، ما عب باسكو تو سويس واعر. عباك تيماجين تكون مع وحده راهي معاك جوج على رجال، واش عندك ماشي على رجال انت، واش تكون ام عيانه؟ هل انت حقا ظريف ان تستظرف امام الشاشه والمحيطين؟ انا مانيش ما باليش، انا مانيش داير في بالي انا ظريف، انا تلقائي وطأ حقيقي طبيعي. ظريف ماشي ظريف جو سي با، دونك انا جامي درت مجهود باش نبان ظريف، جامي يعني ما عنديش هاد العفسه تنسين مد حاجه ما فياش. دونك انا داير في بالي انا نورمال، يعني ماشي ظريف نورمال. هل انت عصبي او عنيف؟ عصبي شويه، عنيف لا 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 لا. علاش ترقد عينيك؟ نرقد عينيا زمان، نرقد عينيا خاطر على بالي راكي تشوفي ونسيي شغل نطيح لك هكا تركي ومنه. ما نرقدش عينيا انا، ما انا كأنا ما نرقدش، عندي ديما عينيا طايحين. وانا ما نرقدش، انا انسان ما عندي واحد 5 سنين لكن ما نرقدش كاع، نرقد 2 سوايع 3 سوايع، دونك ديما عندي عينيا طايحين. هذا ما كان صح جامي اون ما في لا رومارك، وزات لا بروميير شيغ دوموزيل. انت لي زوم ونبغيك فخير، ربي يحفظك ويعطيك وش. راح تسمي ابنك طفل؟ واذا طفله واش تسميها؟ شحال فار طفل نسميه امير باسكو باش يكون شغل امير. طفله نسميها مريم، انا نحب مريم بزاف. المرأة ان تعترف ان تبادر المرأة بحبها للرجل، لو عشت هذا كيف تكون ردة فعلك؟ عشتها انا، عشتها ونعيشها بزاف، بصح عبالي بلي ماشي حب، هذا مجرد انبهار. ويعني انا ديما نحب نكون انسان واقعي، شغل واقعي. عبالك بلي المرأة كي تروح تقول للراجل نحبك، كاينين هكا اللي يقدروا يتفهموها، بصح كاين بزاف بزاف اللي ما يتفهموهاش، بزاف يعني فوق ما تتخيل. يوسف شو دير كي ينبك ضميرك وتندم على غلطات درتهم لو كان جيت بلاصتي؟ زعما واش دير في هذه الحالة؟ شوفي انا كنت عندي في اختي من بلاصتي، ما نقولش قاع اسمح لي، كنت منذ سنوات بصح الحمد لله وليت نطلب سماح. دب ماشي موالف نكذب، بصح تصرا ونكذب، بصح ماشي موالف نكذب كمان ماني راجل، بصح تصرا هكا كذبة خفيفة صغيرة نورمال. تعيط لي اختي تقول لي وراك وراك ما دخلتش، انا نكون زعما في عند دفلة نقول راني هنا باب زوار ماني جاني داخل وحاجات، يعني عيط لي صاحبي وراك راني هنا وانا مانيش هنا. خدعت من قبل، خدعت يعني انا خدعت، مش بالك كي كنت صغير ولا بكري خدعت ولا مسح حدا ما، باسكو كاين حاجات شغل كاين عفايس كي تكون شغل كي تكون نابت في منبت معين، كاين حاجات مستحيل ديرهم، مستحيل تسرق تخدع تقتل تخون ما، مي باغ كونطخ تخدعت، تخدعت في ناس، في دراري، في بنات، في رجال، في نساء، في حالات، في خدمة، في صوالح، تخدعت. أنا ما خدعت، مش كيتش خدعت بنية.
كاش نهار عجبتك إحدى النساء من اللواتي جازوا في برنامجك؟ نو امبوسيبل ترى هاد العفسة، باسكو حنا يعني مهنيا الضيوف والبيبليك يعني فوق راسنا، يعني نشوفوهم كأهلنا. وزيد كي نكونو نخدمو جينيرالمون نكونو بزاف مركزين، يعني شغل بحال الطبيب كيجيو لي باسيون ولا لي باسيونت يشوفش فيهم بنظرة مختلفة مهنية برك، ما جامي صراحة بزاك. اذكر 3 سلبيات للكوتش سمير بن عيسى. كاين سلبيات كأي إنسان صح، مازال ما شفت بول ماما، مازال ما شفتش حاجة سلبية حقيقة. أنت رائع، لكن كيف تستطيع تخطي عقبة التحدث عن مواضيع يمنعها المجتمع تلقى الكثير من الرفض؟ مي الفو بارلي، يعني لازم واحد يهضر، وانا جبنس نهضر بطريقة نقية. وشغل انا متفائل انه المجتمع ما يرفضش الموضوع، ولكن بلك يرفض طريقة التحدث عن الموضوع. تقدري تحكي لهم عن الموضوع بأسلوب نقي، هذه هي ان شاء الله نكون صح. يا ربي يا ربي، هاد البنادم علاه يعجبني كاع هكا من الاخر. اعطيني رقمك 0777 37 00 92 للمشاركة في برنامج احكي حكايتك. بنت خالتي تعرضت للاغتصاب في مراهقتها، هل تصالح خطيبها الذي تحبه ويحبها او تنفصل دون ذكر السبب؟ صار صعيبة. ممكن تدي له ايمان وتروح عند رجلها. كان واحد الاسلوب هكا، واحد الاحساس هكا يخليه الامام في قلوب الناس. الا كان امام يخاف ربي ويعرف كيف يهضر، ولا يقنعوا باللي هذا الشيء ماشي جريمه. اعلامي مستحيل تفوت معاه. ما سانسيغمون ما كاش ماشي مستحيل نفوت معاه. كاين برامج يعرضوني ديفو ليها، ما نحسش روحي بالاز، هذا ما كان شباب المقدم.